التمثيل حلم ما اكتملش ولا ما طلعش شبهك؟ هقول لك لا، هو عمره ما كان حلم، ما هو كانت تجربة. والتجربة دي أنا حاسس إن أنا ما استفدتش بيها بالشكل المطلوب. وكان في مفترق طرق في حياتي إن أنا يا إما هركز في الحاجتين، لأنه بعد الفيلم نجح جدا وجالي عروض كتير جدا في التمثيل، وكل زملائي اللي في الفيلم عملوا اللي أنا ما عملتوش. وكانوا هم مغنيين وممثلين، خلي بالك هم اختاروا ان هم ياخدوا السكتين. وانا كنت ساعتها ابتديت انور قوي 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 في موضوع الغناء، وابتديت فعلا الاحلامي اشوفها بتتحقق. فكان قرار حتى ما فكرتش فيه لحظه، لا انا هركز في اللي انا بعرف اعمله، لان دي الحاجه اللي انا بعرف اعملها بجد. الحاجه الثانيه على قد ما هي لطيفه وعلى قد ما هي لذيذه، ممكن يبقى ليها وقتها في وقت تاني. وانا والموضوع في دماغي على فكره، بس ما ينفعش ان انا اقارن حاجه انا بجد ابرع فيها واعرف اعملها من from A to Z لغايه حاجه انا ماليش ايد فيها قوي. والفيلم ده علمني كده ان انا ماليش ايد في اللي بيحصل. فما كانش حلم، لا يعني هو كانت تجربه، وما عنديش مانع على فكره ان هي تتكرر تاني، بس بالشكل اللي يناسب عسيلي دلوقتي. بتضطر تلبس أقنعة أحياناً عشان تمشي أمورك أو عشان تعدي حاجات معينة في الحياة؟ ده أكيد، ومع الوقت اتعلمت إن أنا لازم ألبسها. يعني اتعلمت إنه للأسف ما ينفعش تبقى بتظهر بوشك الحقيقي، وبالذات مع الزمن اللي احنا فيه ده للأسف الشديد. يعني إيه أكتر قناعة بتستخدمها؟ الدبلوماسية، قناعة الدبلوماسية وقناعة إن أنت ما تعبرش عن اللي أنت عايز تقوله بجد. ايه اكتر حاجه بتشوف انه مش صح التعبير عنها ومفروض نخبيها ونمسكها على قد ما نقدر؟ ارائك، نظرتك للحياه، انتقادك للاخرين. ساعات بنسى، كنت بنسى ان انا كل كلمه بتبقى محسوبه، وتعلمت ان في الدنيا دي في سلوكك الاعمال وبالنيات، لكن في اقوالك محدش بيقيس نيتك ولا عارف نيتك فيها ايه ولا عارف انت بتفكر في ايه. فتعلمت ان انا لازم البس قناع الدبلوماسيه الشديده جدا. ما بتتخنقش منه؟ لا، لانه في نفس الوقت ما بكدبش على نفسي، بس بفكر كويس قوي انا هقول ايه وهكتب ايه. يعني انا كنت مثلا بحب قوي اكتب على تويتر مثلا، بطلت. خلاص وقفنا. لقيت ايه اللي جاي منه؟ لقيت اللي جاي منه يعني انت المشكله ان احنا عايشين في زمن الكلمه بتحاسب بشكل غريب جدا، وممكن حاجه انت بتقولها تتقلب ضدك بشكل غريب جدا. فقلت بلاش، اقفل الباب ده خالص. اي فكره بتبقى انت عايز فيه تنور فكره معينه، عايز تحارب تعصب معين، عايز تحارب زي ما يقول جهل معين بشيء، ممكن ينقلب ضدك وانت مالكش دعوه. يا عم خليني في حالي.